السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا في عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي ما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد. أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات تبسيط العلوم. محاضرة النهاردة بنتكلم على C3 and CAM plants اللي هي Crassulaceae plants photosynthesis، البناء الضوئي في كل من النباتات ثلاثية الكربون، رباعية الكربون والنباتات العصيرية. بداية بس بعتذر عن طول المدة اللي بنزل بيها الفيديوهات، بعتذر والله منكم، سامحوني يعني، ولكن زي ما انتم شايفين كده انا حبيت بس اثبت لحضراتكم، دي اول مرة اعمل كده، ان فيديو زي الفيديو ده مثلا انا نزلته خلاص، لكن لقيت في كتب تانية بتتناوله. دي كل مجموعة الكتب اللي انا رجعت لها، وفي كتب اخرى ما كنتش لسه حطيتها، عدوهم بقى انتم بنفسكم يعني. الكتب الجزء اللي فوق ده خاص بالبيولوجي، الجزء اللي تحت ده خاص بالبلانت فيزيولوجي، والكتب دي كلها اللي هي بتتناول موضوع السي 3 او السي 4 او الكام بلانس، حاولت اجمع من الكتب دي كلها بحيث ان اغطي جوانب الموضوع كله قدر الامكان بشكل مبسط. هي بقى النباتات اللي احنا بنتكلم عليها، النباتات اللي موجوده في حياتنا العلماء قسموها الى ثلاث انواع رئيسيه، وبقول رئيسيه دي مهمه جدا. ليه؟ لان في انواع تانية فرعيه هنشوف في اخر الفيديو ان شاء الله. فبنتكلم على النباتات هنلاقي ايه؟ عندنا 95% من النباتات بنسميها C3 plant، C اللي هو رمز الكربون، 3 اللي هو عدد ذرات الكربون، يبقى number of a carbon atoms اللي بتتكون في الكالفن سايكل، يبقى اول مركب ستيبل او ثابت بيتكون في دورة كالفن او C3 pathway، خلاص ده اللي هو مركب ثلاثي. ده معظم النباتات من النوعية دي. بعض النباتات التانية بتعمل نوع من الادابتيشن او التحور او التأقلم او التكيف على انواع بيئات مختلفة عشان تبقى ليها شكل معين تقوم بيه بعملية البناء الضوئي. نلاقي C4 ده 1% ومن 3-4% اللي هي النباتات العصيرية. لو بصينا بصة كده هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان البناء الضوئي عبارة عن شقين، اللي هو اللايت ديبندنت رياكشن او التفاعل المعتمد على الضوء، والجزء الثاني من البناء الضوئي او التفاعل الثاني اللي هو تثبيت او امتصاص ثاني اكسيد الكربون وتكوين المواد السكريه. في النباتات ثلاثيه الكربون اولا كل ده بيحصل في الورقه، لان هي جزء المسطح من النبات اللي بيحتوي على بلاستيدات كتيره وبيتعرض للضوء طبعا ده بشكل اساسي. فبنلاقي ان السي 3 بلانتس ان عمليه تثبيت اللي هو التفاعل الثاني من البناء الضوئي، تثبيت ثاني اكسيد الكربون هنا قايل او اكسجين، ليه؟ هنعرف بعدين في نفس الفيديو ان شاء الله. يبقى تثبيت ثاني اكسيد الكربون في دوره كالفون اول مركب هيتكون اهو مركب ثلاثي الكربون، فعشان كده سميناه C3 بلانت. في حين النباتات رباعيه الكربون والنباتات العصريه او الكام بلانتس C4 اند كام بلانتس، الاثنين دول هنلاقي ان هم فيهم دوره كالفون بس عملوا حاجه قبل دوره كالفون، هنا وهنا عملوا حاجه ايه؟ هنا تم تثبيت ثاني اكسيد الكربون في كلاهما، خلاص في كلا النوعين، هنا لأوكزالو أسيتك أسيد، نفس الكلام هنا أوكزالو أسيتك أسيد. طب الفروق جت منين؟ هنا هنلاقي إن التفاعل كله تم في الميزوفيل سيلز، خلايا الميزوفيل اللي موجودة في الورقة. في حين النباتات الرباعية لأ، عملت الجزء التمهيدي أو الجزء الأولي ده في الميزوفيل سيل، لكن بعد كده الثاني أكسيد الكربون اللي اتحول لأوكزالو أسيتيت وبعدين هيرجع يحصل له ريليز تاني في البندل شيز أو الخلايا اللي بتحيط بالحزمة الوعائية في ورقة النبات زي ما هنشوف حالا دلوقتي. يعني كأن النباتات الرباعية بتقوم بالتفاعل ده بس على جزئين، هنا خط يعني هنا مرة واحدة بس، هنا لا جزئين، عملت خطوات تمهيدية في الميزوفيل سيل، بقية الخطوات اتعملت في البندل شيز، يعني عملت سيباريشن في المكان اهو. اما النباتات العصرية لا، كل التفاعل تب في الميزوفيل سيلز زي هنا زي النباتات الثلاثية. الله، امال الفرق ايه؟ الفرق ان الجزء الاولاني من التفاعلات اللي هو زي النباتات الرباعية بدل ما تفصله لا بقت تعمله بالليل، يعني ايه؟ فصلته عن الجزء الثاني من التفاعل اللي هو الجزء ده في زمانيا، يبقى هنا الفصل ما بين المرحلتين دول فصل مكاني في نوعين من الخلايا، هنا نفس النوع ولكن هنا الليل وهنا نهار زي ما هنشوف على تفصيل.
هنا مش هنقول العيب، ولكن المشاكل اللي بتقابلها النباتات السي 3 بلانتس هي عمليه الفوتو ريسبريشن، اللي هي ايه؟ اللي هي هنقول التنفس الضوئي، هنسميه كده لو كان بيترجم كده يعني، خلاص هنسميه كده يعني التنفس الضوئي. خلاص ليه؟ هنعرف كده عباره عن ايه، هنعرف حالا. طب وهنا المشاكل اللي بيقابلها النباتات الرباعيه اللي هي استهلاك الاي تي بي بكثره، بيصرف اي تي بي كتير قوي عشان يعمل الخطوات دي. هنا بيحصل ريدكشن في الكربون افيلابيليتي، يعني عمليه توفر ثاني اكسيد الكربون او الكربون بتكون الحكايه قليله شويه. هل طب اذا كان دي نوع من انواع الليميتيشن، يعني العوائق او الحاجات اللي من شانها تقلل كفاءه البناء الضوئي خلاص او العمليه دي، طب ازاي النباتات دي بتتغلب على المشكله بتاعه الفوتو ريسبريشن دي؟ بالنسبه للسي 3 بلانتس ما بتقدرش، عشان كده بتقلل كفاءه البناء الضوئي فيه، في حين السي 4 بلانتس بتعمل ايه؟ بتعمل ان اللايت رياكشنز والكربون رياكشنز اوكير ان سيبريت سيلز، يعني الجزء بتاع التفاعلين بيتموا في خطوتين منفصلتين. وبالنسبه لهنا الفصل بينهم زماني، واحد فيهم بيحصل ليلا والتاني بيحصل نهار. طيب بيعيشوا فين النباتات اللي بتعمل دور اللي هو كالفن سايكل او ساعات بيسموها سي 3 باث واي؟ دي بتكون في الـ في الـ في, الـ في الاجواء العاديه وفي رطوبه والحراره تمام مظبوطه والامور كلها زي الفل. دي انواع النباتات اللي بتعيش في الاجواء دي، ده النوع بتاعها بناء ضوئي بيتم بالشكل ده. اما النباتات اللي بتزرع في مكان حار جدا وجاف ما فيهوش رطوبه او كده بتعمل ايه؟ بتشتغل بالشكل ده اللي هي سي 4 بلانتس. يعني معنى كده لو زرعنا ده في حته تانيه هيغير البناء الضوئي لا بتاعه؟ لا، هو مهيئ لكده. يعني النباتات اللي بتعمل سيس بلانت لو راحت في الناحيه التانيه مش هتمشي، لو راحت وديتها في الصحراء مش هتعيش، كل نبات ميسر لايه؟ لما خلق له. النباتات العصريه بقى اللي بتخزن ميه كتير في الفجوات بتاعتها وكذا وفي انسجتها بتقوم بالشكل ده كده، اللي هي بتفصل الخطوتين دول ما بين الليل وبين النهار زي ما هنشوف. طيب الغرض من التحورين دول، يعني النباتات حورت نفسها، ربنا اعطاها القدره دي او التركيب ده سواء هنا او هنا، ليه؟ عشان تو مينيمايز ذا فوتو ريسبيريشن. يبقى السي 4 اند كام باث ويز ار ادابتيشنز، يبقى النوعين دول عباره عن ادابتيشن او تاقلم او تكيف، ليه؟ من شانه يقلل او يقلل عمليه الفوتو ريسبيريشن اللي هي عمليه التنفس الضوئي لو هنترجمها بالشكل ده كده. هنشوف ده بقى على تفصيل. اولا احنا قلنا اول مركب ثابت، ليه بقى بنقول كده؟ لان هنيجي في النباتات الثلاثيه هنلاقي مستقبل اللي هو الاكسبيتور، الكربون دايوكسيد اكسبيتور بيكون عباره عن 5 كربون كومباوند، اللي هو مين؟ اللي هو ريبيولوز 1-5 بيس فوسفيت. خلي بالك دي مش باي، بيس فوسفيت، هي بيس فوسفيت او داي فوسفيت، ممكن نسميها كده ما فيش اي مشكله خالص، بس هنا دي مش باي، دي هنا ايه؟ دي هنا بنسميها باي بيس فوسفيت، مش باي. يبقى هنا باي بنستخدمها في الان اورجانيك، خلاص لو هنستبدلها اللي هي استبدال ذره هيدروجين بواحده بس من الفوسفيت، لو كان اتنين بنسميها داي، لكن المستخدم في حاله الاورجانيك كومباوند زي اللي هو وجود مجموعتين من الفوسفيت في شجر خماسي ده بنسميها بيس فوسفيت. تمام؟ ودي هنا يا جماعه الخير ريبيولوز، يو مش رايبوز، ريبيولوز سكر خماسي، في هنا دبل بوند ما ننساش. الكربون ده ثاني اكسيد الكربون او الكربون دايكسايد بيحصل له انكوربوريشن او ان هو بينضم او بيضاف على المركب الخماسي فبيديني مركب سداسي. هذا المركب انستيبل، يعني غير ايه؟ غير ثابت، على طول بيتكسر من النص، ادي واحد اثنين ثلاثه كربون بيتكسر بالشكل ده كده، وكل واحد فيهم فيه فوسفاتا في رقم ثلاثة، هو نفس المركب خلاص، ده الاورينتيشن بتاعه بس هو اللي ملفوف، لكن الاثنين دول نفس المركب اللي هو ايه؟ بي جي او فوسفو جليستريت، اللي هو ده المركب اللي هيروح لدورة كالفن بعد كده. طيب يبقى هنا المركب ده بنكتب نقول المركب السابق. يبقى اول مركب ثابت مش السداسي، لا ده اللي هو الثلاثي، ده في السي 3 بلانت. هنلاحظ ان الانزيم اللي مسؤول عن اضافه الكربون للمركب الخماسي يعني تثبيته امتصاصه اللي هو مين؟ الروبسكو، اللي هو ريبيولوز ايه؟ ريبيولوز ها بس الار يو ريبيولوز بس ها ايوه فوسفيت. طب والسي والاو؟ سي دي معناها كاربوكسيليز، او اكسجينيز، يعني ايه؟ هنشوف الشرايح اللي جايه بعد كده على طول ان شاء الله. عمليه البناء الضوئي يا جماعه الخير ما هي الا تحويل الطاقه الضوئيه
في وجود الميه اللي بيمتصها النبات وبيمتص ثاني اكسيد الكربون ككربون سورس. الكلام ده كله في وجود الكلوروفيل كلايت ابسوربنج سيستم او نظام لامتصاص الضوء، احنا الكلام ده شرحناه في فيديوهات سابقه، بيكون الناتج حاجتين. اولا بينتج في الاول اي تي بي كمصدر للطاقه والنات بي اتش كمصدر الالكترونات، يعني زي الميه هنا، عشان يكون لي الكربون، بتاسف مركب كربوني اللي هو حاجه اورجانيك اللي هي الكربوهيدرات، ممكن يكون سكروز جلوكوز ايا كان المركب، المهم دي مركبات عباره عن ستورد كيميكال انرجي، طاقه مختزنه، طاقه كيميائيه، وكاننا حولنا الطاقه الضوئيه دي الى طاقه ايه كيميائيه، وبيخرج اكسجين. النبات ما بيعملش التفاعل عشان يطلع اكسجين، لا، هو الاكسجين بيطلع قدرا. وبقول قدرا لان انا كاتب هنا ويست برودكت، هو الحقيقه مش انا اللي كاتبها، الكتب كلها بتقول على الاكسجين، بتوصفه ان ده عباره عن ويست برودكت. يعني ايه؟ النبات هدفه ده، تكوين ده، خلاص، وده بيخرج بالصدفه او بالقدر، يعني يقولوا كده، وده الحقيقه مش مظبوط، لان احنا بنقول ان كل شيء ربنا خلقه بقدر، بميزان. النبات عطاله ربنا سبحانه وتعالى القدرة على امتصاص وعمل العملية دي عشان يكون المادة العضوية دي، هو يستفاد من بجزء منها في النمو والتكاثر وكذا، الباقي بقى الحيوانات تاكله، بعدين احنا ناكل الحيوانات وهكذا، يعني ده سبب وجودنا. وكمان طلع لنا زي ما بنقول كده بونص، هدية من عند ربنا سبحانه وتعالى، الاكسجين، وقال لك ان احنا نتنفس ازاي. والحقيقة المعادلة دي هي اساس الحياة، وده يمكن اشرحه في فيديو سابق. لو حصل المعادلة دي ما حصلتش لاي سبب، فبالتالي ثاني اكسيد الكربون هيرتفع منسوبه في الجو، هيحصل الصوبه الزجاجيه او الاحتباس الحراري، وتدوب الجبال الثلج في القطبين، ويرتفع منسوب الميه، وتحصل مشاكل، والدنيا هتغمرها المياه، ومش هيتكون الاكل بتاعنا وبتاع الحيوانات، يبقى ايه؟ هنغرق ومش هناكل، ومش هنلاقي اكسجين، يعني مش هيتنفس. فالمعادله دي هي اساس وجود الانسان بفضل الله على الارض. طيب العمليه بالشكل ده كده، النبات بيمتص الميه زي ما احنا شايفين، بتوصل للاوراق، يبقى دخلت ميه خلاص، ودخل ثاني اكسيد الكربون، وادي الضوء اهو، فبيخرج للمواد العضويه اللي بتتوزع على باقي اجزاء النبات، يستهلك جزء منها ويخزن لنا الباقي في الثمار وكذا وكذا، ويطلع الاكسجين. بيحصل على تفاعلين، الجزء الاولاني اللي هو تفاعل الضوء بيحصل في الثيلاكويد، الجزء الثاني دوره كالفن او السي 3 باث واي، وده اللي بنتكلم فيه. يعني نوعيه المركب الاولاني ده هي اللي بتحدد لي الثلاث انواع من النباتات اللي احنا اتكلمنا عليهم. اهو ثاني اكسيد الكربون بيستقبله مركب اللي هو ريبيولوز بيسفوسفيد عشان يديني المركب الثلاثي زي ما احنا شفنا في المعادله السابقه، وبتكمل ايه دوره كالفن باستخدام الاي تي بي والنات بي اتش اللي خرجوا من تفاعل الضوء. اللي ناخد اول نوع من انواع النباتات اللي هو سي 3 فوتوثينسيس اللي هو البناء الضوئي للنباتات ثلاثيه الكربون اللي هو المركب الاولاني. ده شرح في فيديوهات سابقه مش هنقف عنده كتير، لكن بتحصل دوره كربون على ثلاث اجزاء. دوره كالفن ثاني اكسيد او تثبيت الايه ثاني اكسيد الكربون بيتم تثبيته بانزيم روبسكو، هذا الانزيم ممكن يثبت ثاني اكسيد الكربون، يبقى اسمه اللي هو روبسكو انزيم ده كاربوكسيليز ريبيولوز 1,5 بيسفوسفيت كاربوكسيليز. طب ولو كان هيشتغل على الاكسجين يبقى اكسجينيز. هنا بقى في وفره السي او 2 اللي بيتحكم في نشاطه ايه؟ يشتغل كده ولا كده؟ تركيز الغاز اللي هيكون موجود. الصقور مفتوحه في النباتات ثلاثيه الكربون، بيدخل ثاني اكسيد الكربون بكميات عاليه، فده هيشتغل كاربوكسيليز، يعني هيربط هيعمل انكوربوريشن لهذا المركب اللي هو ثاني اكسيد الكربون مع الايه الريبيولوز بيسفوسفيت اهو خماسي الكربون، يديني مركب انستيبل. هذا دي المرحله الاولانيه كربون فيكسيشن. المرحله الثانيه بقى بي جي اي ال سينثيسيس اللي هو ايه تكوين الفوسفو جليسرالدهايد اللي هو المركب ده. ليه المركب ده مهم؟ هنعرف حالا. ده اول مركب ثابت بيتكون اللي هو فوسفو جليسرات، يبتدي يستخدم الاي تي بي اهي والناد كمصدر الكترونات، ده مصدر طاقه ده مصدر الكترونات، دول جايين من التفاعل الضوء. يديني هذا المركب الثلاثي خلاص، بتلف الدوره دي اكتر من مره عشان يديني 12 جزيء مش 6 هنا، طبعا هو واخد نص العدد بس، 12 جزيء من دول، 12 من ده، 2 من دول هيدوني 6 كربون اللي هو السكروز او الجلوكوز او الكربوهيدرات اللي هيتكون. طب والباقي يروح فين؟ لازم يرجع تاني. الخطوه اللي فاتت دي يا جماعه ساعات بيسموها خطوه ريدكشن، يبقى كربون فيكسيشن ريدكشن او بي جيل سينثيسيس. نيجي هنا للخطوه الاخيره، لازم طالما سايكل يبقى المركب اللي بدانا بيه لازم نرجع نكونه تاني. العشر وحدات الباقيين يرجعوا يترتبوا بشكل معين ويستخدموا الاي تي بي بقيه الطاقه عشان تديني المركب اللي انا بدات بيه اللي هو مستقبل السي او 2 اللي هو سي او 2 اكسبيتور ده في السي 3 بلانس. ادي التفاعل كامل بالشكل ده كده، دي الدوره كامله بهذا الشكل.
طبعا الانزيم اللي هو ده الروبسكو اللي هو اللي احنا قلنا عليه بيشتغل كده او كده، اوكسجينيز او كاربوكسيليز. طبعا في السي 3 بلانتس بيشتغل هنا كاربوكسيليز. يحصل بقى ان النباتات الثلاثيه الكربون اذا تعرضت الى حراره شديده او ضوء شديد وكده، فبتكون النتيجه النباتات يحصل تتصرف ازاي؟ ايه الاكشن اللي ممكن تاخده عشان تعيش؟ انها تعمل ايه؟ مش عايزه تفقد ميه. طيب الكلام ده بيحصل بقى ليه؟ لان كل ده عباره عن غازات بتطلع او بتدخل من خلال الثغور على السطح السفلي من النبات، لان في ثغور على السطح السفلي العلوي بس قليله جدا. الاساس في السطح. طب ليه في السطح السفلي؟ حد يعرف؟ عشان تقلل فقد الميه، ما يبقاش هي على السطح العلوي بتاخد ضوء كتير فتفقد الميه، فبتقلل الموضوع ده يعني. يبقى ده مكان دخول ثاني اكسيد الكربون وخروج مين؟ الاكسجين. الفوتو ريسبيريشن اللي حصل ده حصل نتيجه ايه؟ نتيجه الارتفاع الشديد والنبات مش عايز يفقد ميه فهيقفل الثغور، فاللي هيسمح بالكربون دايوكسيد ان هو يدخل ولا خروج الاكسجين اهو بالشكل ده. فتكون ده الوضع الطبيعي، الحراره الشديده دي تؤدي ان الثغور تتقفل، فبتكون النتيجه ان الكربون دايوكسيد ما يقدرش يعمل بنتريشن او دخول للاوراق، والسي او والاو 2 او الاكسجين يبتدي تركيزه يعلى داخل الخلايا. لو رحنا كده بنشوف ايه اللي بيحصل. ادي المركب الخماسي اهو، ريبيولوز 1,5 بيسفوسفيت. المركب الخماسي بالشكل ده بيستقبل ثاني اكسيد الكربون والثغور مفتوحه والجو ممتاز، ما فيش حراره زياده، ما فيش اي حاجه ولا جفاف، فيشتغل هذا الانزيم ايه؟ كاربوكسيليز اهو. يبقى وجود التركيز العالي هنا، النبات هيمتص ميه مع ثاني اكسيد الكربون اللي هيمتصه من الهواء عشان المركب الخماسي ده يديني على طول لجزيئين 2 مولكيولز منين؟ من الثري فوسفو جليسريت بالشكل ده. يروح الاثنين دوره كالفن تشتغل بكامل كفائتها عشان هذا الوجه ايه السعيد بالشكل ده كده. في حاله غلق الثغور نتيجه ارتفاع درجه الحراره والنبات مش عايز يفقد ميه، الاكسجين هو اللي بيزيد داخل الخلايا، فيشتغل الانزيم ده اوكسجينيز فيديني واحد فيهم اللي هو بي جي اي زي فوق، يروح لدوره كالفن يعني نص الكميه، فعشان كده الوجه الغاضب دوره كالفن مش هتشتغل بكفاءه، هتدي نص الكميه بس. طيب الفوسو جلايكوليت ده جلايكوليت هيروح فين؟ هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. اللي هيحصل يا جماعه الخير ان في بعض الانترميديتس عفوا المركبات الوسطيه في دوره كالفن اصلا زي اللي احنا شفناها في المعادله اللي فاتت الشريحه اللي فاتت هتتكسر لثاني اكسيد الكربون وميه. طب الكلام ده ما بيفكركوش بحاجه؟ لما حاجه بتتكسر نتيجه وجود الاكسجين الى ثاني اكسيد الكربون كانها معادله التنفس مش كده ولا ايه؟ عشان كده اعتبرناها فوتو ريسبيريشن. بتحصل بالنهار فلازم نضيف كلمه فوتو لانها بتحصل بالنهار، تحتاج اكسجين يبقى ريسبيريشن، وبتنتج سي او 2 وميه. طب هتفرق حاجه عن الريسبيريشن العادي اللي هو الايروبيك؟ ايوه، ان العمليه دي بتعمل الثلاث حاجات دول لكن ما بتطلعش طاقه، بالعكس دي هتستهلك طاقه، وهذه العمليه ايضا بتقلل من عمليه الافشنسي بتاعه ايه الخاصه بالفوتوسينثيسز. ليه؟ لانها هتشيل بعض المركبات الوسطيه اللي هي المفروض تكمل دوره كالفن بكفاءه، لا هتقوم جايه ايه شايلاها زي ما حصل كده، كانت جزيء واحد بدل جزيئين فاشتغلت بكفاءه اقل، فيقلل كفاءه البناء الايه الضوئي. النباتات السي 3 بلانتس ما تش قادره تتفادى هذا الامر، يعني ده هيحصل ما تقدرش تتفادى. ايه بقى اللي بيحصل تفصيليا؟ اولا لما يبتدي الاكسجين يزيد نتيجه غلق الثغور يبتدي 3 اورجانيلز يبقوا ايه يحصل لهم انكوربوريشن او بيتعاملوا مع بعض او بيبقى في شغل بينهم اللي هي الكلوروبلاست والبروكسيسوم والميتوكوندريا. ليه؟ بيحصل فيهم 7 تفاعلات. التفاعل الاول والاخير اللي هو السابع بيحصل في الكلوروبلاست في البلاستيد، واربع تفاعلات بيحصلوا في البروكسيسوم، وتفاعل واحد فقط الرابع بيحصل في الميتوكوندريا. نشوف مع بعض ايه اللي بيحصل. زياده الاكسجين تخلي الروبسكو ده يشتغل اوكسجينيز فيحول المركب الخماسي ده الى مركب اخر خلاص يأكسده أكسدة، التفاعل من هنا لهنا أكسدة فوسفو جلايكوليت. التفاعل الأولاني في وجود الأكسجين تحويل الفوسفو جلايكوليت ده إلى جلايكوليت. طب يعني إحنا كل الفرق حصل إيه؟ شلنا الفوسفات أهو، مجموعة الفوسفات شلناها الإن أورجانيك، فدي بنسميها دي فوسفوريليشن، إزالة الفصفرة. التفاعل الأولاني نسيب ثاني اكسيد الكربون دلوقتي، خلينا هنا مع الجلايكوليت. يروح فين الجلايكوليت؟ يروح للبروكسيسوم اهو، فيحصل التفاعل الخامس اوكسيديشن ايضا، الاكسجين يسبب اكسده فيتحول ايه؟ جلايكوزيليت جلايوزيليت. ايه المركب ده بقى؟ هنشوف حالا. ده اوكسيديشن ويكون النتيجه بيخرج H2O2 تمام؟ هذا المركب سام يديني ميه و
اكسجينه واحده بس، نص او 2 يعني او بس، ذره اكسجين. طب الجلايوزيليت هيحصل فيه ايه؟ هيحصل ترانس امينيشن. كلمه امينيشن يعني اضافه ان اتش 3 مجموعه امين، منين؟ من الجلوتاميت الحمض الاميني ده، ناخدها من هنا نوديها على ده فيتحول لجلايسين. طب هو يتبقى له ايه؟ يبقى يتحول الى الفا كيتو جلوتاريت. الجلايسين يروح فين؟ يبقى ده التفاعل رقم 6 3، يروح لكل جزيئين منه في الميتوكوندريا، يحصل لهم تكثيف، تجميع، يتجمعوا مع بعض عشان يديني سيرين. ده الرياكشن رقم 4، التفاعل رقم 4. بيحصل كونسامشن او استهلاك؟ لا، ده بيحصل بالعكس، ده هنا بيتكون لي برودكشن للناد اتش بلس اتش بوزيتيف. كلمه اتش بوزيتيف يعني كان ناقصه الكترون هنا يعني. ويخرج كمان هنا، دول هيروحوا بالشكل ده كده، ويخرج مجموعه الان اتش 3 خرجت من هنا خلاص، وخرج ايه تاني؟ سي او 2. يعني التفاعل اللي بيحصل في الميتوكوندريا بينتج عنه ثلاث حاجات: ناد اتش بلس اتش بوزيتيف اللي هو ده ايون موجب بروتون ومجموعه امين وثاني اكسيد الكربون. السيرين يروح فين؟ يرجع بقى للبروكسيسوم. اهو البروكسيسوم ده يحصل له ترانسامينيشن، يحول الجلايكوسيليت الى الجلايسين اللي التفاعل اللي كان فوق رقم 6 رقم 3، ترانسامينيشن ايضا. طيب وبعدين ترانسامينيشن يعني ايه؟ يعني مجموعه امين من السيرين ده تروح لده فيحوله للجلايسين. طب ويتبقى ايه من السيرين؟ هيدروكسي بايروفيت، يعني كل اللفه دي عشان نحصل على هنا بايروفيت. طب في الميتوكوندريا كان نتج نادي اتش بلس الى اخره، اهي استهلكناها هنا. طبعا دي بتعتبر عمليه ريدكشن بالشكل ده كده، ريدكشن لانها هتاخد الكترونات عشان تروح تعادل الدنيا دي كلها خلاص. هنروح اهو ده هنا عمليه ريدكشن، يديني جليسريت اللي هو هيروح في التفاعل رقم 7. ايه بقى التفاعل رقم 7 اللي هو ده؟ فوسفوريليشن. الجليسريت يتحول ل 3 فوسفو جليسريت اللي هو ده بالشكل ده، وتستهلك عمليه طاقه. ادي خلاصة التفاعلات كلها السبعة اهو. يبقى اول تفاعل اهو دي فوسفوريليشن. طب ثاني اكسيد الكربون اللي هنا اهو راح هنا على دورة كالفن، يبقى في وجود الاكسجين حدث هذا التفاعل. يبقى توفر لنا ثاني اكسيد الكربون عشان يستمر عملية البناء الضوئي كأنه نوع من انواع التعويض. سي 4 فوتوثينسيس او النباتات رباعية الكربون في البناء الضوئي. بنلاقي النباتات الثلاثية ان الحزم الوعائيه اللي فيها الخشب والحق زايلم وفوين بعيد عن بعض، في سيباريشن، في مسافه، في ديستانس ما بينهم. كل الخلايا دي من نوع واحد اللي هي الميزوفيل، بيكون نوعها واحد، والكلوروبلاست اللي فيها نوع واحد، فبالتالي بتعمل كل نوع واحد من البناء الضوئي. يعني البناء الضوئي كله بيحصل في الخلايا دي، ما فيش فيه اي مشكله. النباتات الرباعيه بقى اللي هي بتعيش في هوت اند دراي كلايمت، ده بيحصل ايه بقى؟ بنلاقي ان التركيب التشريحي بتاعها مختلف. بنلاقي ان الاوعيه دي الحزم الوعائيه محاطه ببندل شيس، نوع من انواع الخلايا، في بلاستيدات ايضا كلوروبلاست، والمسافات بينهم قريبه. فبيكون النتيجه ان الخلايا الميزوفيل اللي هنا دي ما بين الاوعيه فيها نوع من الكلوروبلاست، والبندل شيس في نوع اخر، وبالتالي ما بيحصلش البناء الضوئي اللي هو تفاعل الظلام في مكان واحد. ثاني اكسيد الكربون هيدخل من هنا، اول حاجه هيقابلها الميزوفيل سيلز، يعمل فيها السي 4 باث واي، خلص الموضوع ده وكون الميليت زي ما احنا شرحنا قبل كده، يروح بقى يتنقل للبندل شيس زي ما هنشوف التفاعل دلوقتي عشان المسافات قريبه. ده شكل من تحت الشريحه في السي 3 بلانت، المسافات واسعه، الميزوفيلز كله ده من نوع واحد. انما في السي 4 بالمناسبه ده بنسميه، نسيت اقول ان اسمه كرانز اناتومي، التركيب كرانز، التركيب التشريحي بالشكل ده كده يعني. ادي الميزوفيل وادي البندل شيس. بقى اللي بيحصل، ادي هنا سي 3 بلانت اللي هو العاديه، وادي السي 4. نشوف مع بعض، نقرب الدنيا كده. فبيقول ايه؟ ان الميزوفيلز هنا كلها من نوع واحد ونفس نوع الكلوروبلاست، وبتحتوي على انزيم اللي هو الروبسكو خلاص، اللي هو بيشتغل كاربوكسيليز، فبيثبت ثاني اكسيد الكربون بالشكل ده كده تمام. اما الباندل شيز دي بتكون فيها عدد كلوروبلاست قليله وتقريبا ما فيهاش روبسكو، وبالتالي غير قادره على عمليه تثبيت ثاني اكسيد الكربون. يبقى كل التثبيت بيحصل في الميزوفيلز في مكان واحد، مفيش لا مركب رباعي، هو مركب ثلاثي وهي دوره واحده بتحصل في المكان ده. في حين النباتات الرباعيه لا، الدنيا متغيره شويه. ازاي؟ الميزوفيل سيلز دي بتحتوي على انزيم مش الروبسكو، لا، بتحتوي الكلوروبلاست بتاعتها على انزيم بيب كاربوكسيليز اللي هو فوسفوينول بايروفيت كاربوكسيليز، خلاص ده القادر على تثبيت ثاني اكسيد الكربون في البيب
البيب اللي هو فوسفو اينو البيروفيت، مركب ثلاثي. وهنا بقى يتكون المركب الرباعي اللي هو مين؟ اللي هو الاوكزاليت. فين؟ في الميزوفيل سيلز، اللي بيتحول بعد كده الميليت مركب رباعي اخر برضه في الميزوفيل سيلز. لغايه كده كل الخطوات دي اللي في الميزوفيل سيلز دي عباره عن السي 4 باث واي. يبدا بعدها الميليت ينتقل من الخليه دي اللي تخش على البند اللي هنا، البند الشيث دي، ويتكسر يطلع لي ثاني اكسيد الكربون اللي هو يعمل دوره ايه؟ كالفن. ليه بقى بيعملها هنا؟ عشان الخلايا هنا فيها روبيسكو، تمام؟ طب والبايروفيت؟ لا، هيرجع تاني يفضل جوه هنا عشان يرجع لي البيب مره تانيه زي ما هنشوف التفاعل دلوقتي اهو. ده سي 4 بلانت جزء هنا اهو، ادي الميزوفيل سيلز، ثاني اكسيد الكربون بيدخل بيستقبله مين؟ مركب ثلاثي اللي هو البيب. الانزيم اللي يربط ده بمركب ثلاثي مش الروبسكو، الروبسكو يربط ثاني اكسيد الكربون بمركب خماسي فوسفوين البايروفيت كاربوكسيليز اللي هو البيب انزيم اللي هو ده اللي هو الكاربوكسيليز اهو، يربطه يديني مركب رباعي اللي هو الاوكزاليت تتحول لمركب رباعي اخر. ده في الميزوفيل سيلز لغايه كده دي سي 4 باث واي. عايزين نكمل بقى، ثاني اكسيد الكربون لازم يوصل هنا الكالفن، يوصل ازاي؟ عن طريق اللفه دي. هنا بقى الميليت يعدي يمر خلاص ثرو البلازموديزمات اللي هي بلازموديزمات اللي هي الثقوب او الفتحات الرفيعه ما بين الخلايا. في نفس الوقت بيحصل له عمليه ديكربوكسيليشن يعني تكسير، ناخد منه ثاني اكسيد الكربون عشان محتاجينه بقى عشان الكالفن، وهنا يشتغل الروبسكو عادي. ليه هيشتغل؟ عشان ثاني اكسيد الكربون هنا هيرتبط بمركب خماسي اللي هو ريبيولوز 5 بيسفوسفيت. طب والبيروفيت هيروح فين؟ يرجع عشان يديني البيب مره ثانيه اللي هو فوسفوين البيروفيت. اي سايكل لازم ترجع. وهنا بقى الخطوه دي اللي هي اعاده من البيروفيت للفوسفوين البيروفيت، ده بيستهلك كميه طاقه كبيره جدا، وعشان كده السي 4 بلانت بتستهلك طاقه. ليه؟ عشان تضمن اعاده الدوره دي على طول. ليه؟ عشان تضمن تثبيت ثاني اكسيد الكربون واستمرار ايه؟ حدوث البناء الضوئي. يبقى كان ثاني اكسيد الكربون لما بيدخل اول حاجه بتقابله من الفتحات اهو الميزوفيل سيلز، جواها ما يقدرش يروح دوره كالفن، دوره كالفن ما بتحصلش غير هنا. طب ليه ما بتحصلش هنا؟ عشان الروبسكو مش موجود هنا. دوره كالفن محتاجه روبسكو، موجود فين؟ في البندل شيس اللي هو الازرق الاخضر الغامق ده. كده وصلت يا جماعه الخير؟ طيب طبعا بيتكون بقى هنا السكر في الاوراق، يبتدي يروح للاوعيه اللي هي دي الاوعيه الخشبيه عشان يتوزع على باقي اجزاء النبات. دي سي 4 بلانتس. عشان كده بنقول ايه؟ السي 4 باث واي ده بيضمن تركيز عالي من السي او 2 في البندل شيث خلاص سو افشنتلي يعني بكفاءه تامه، وبالتالي بيبتدي بقى يوديه بيبقى. عشان كده لقوا العلماء السي او 2 كونسنتريشن وذين ذا بندل شيث تقريبا 10 تو 60 تايمز من ايه يعني من 10 او 60 ضعف اكتر من التركيز بتاع السي او 2 اللي موجود في الميزوفيلز، وده شيء طبيعي عشان يضمن حدوث عمليه البناء الضوئي. يعني مهمل او لا يعتد به او جزء صغير خالص، لان تركيز ثاني اكسيد الكربون العالي في البندل شيث مكان وجود الريبسكو ده بيضمن انه يعوض عمليه الايه فوتوريسبريشن دي، بيحصل بناء ضوئي بكفاءه تامه يعني. لان الفوتوريسبريشن احنا عارفين انه بيحصل نتيجه نقص ثاني اكسيد الكربون. تركيز ثاني اكسيد الكربون العالي بقى في البندل شيث بيغطي على العمليه دي او يقللها. بنقول ايه؟ بنقول بقى سي 4 بلانتس وجود العمليتين يعني الربط ما بين السي 3 اللي هي الكالفن والسي 4 اللي باث واي اللي هي عمليه التاقلم او التكيف اللي حصلت دي، ده بيستتبعه خلاص عمليه صرف في الطاقه بتوصل ل 30 اي تي بيز يعني 30 وحده اي تي بي لكل جلوكوز سكر بنكونه. بالمقارنه بالنباتات ثلاثيه الكربون فقط اللي هي النباتات العاديه بتمص 95% من النباتات بيكون المصروف 18 اي تي بي بس، 18 وحدة اي تي بي، طبعا فرق كبير كانه تقريبا قرب على الضعف تقريبا يعني. زيادة من الاي تي بي المصروفة دي هي اللي بتضمن عملية الريجنريشن للبيب اللي هو فوسفوين البيروفيت من البيروفيت اللي اتكسر من الميليت في السي 4 باث واي. وبالتالي طب ده بيحصل امتى؟ في الإضاءة العالية، الإضاءة العالية وفي الجو دراي أو هوت بيبتدي يحصل العملية دي عشان نضمن تركيز ثاني أكسيد الكربون العالي في البندل شيث. ليه؟ عشان نضمن عملية الفوتوسينس إنها تحصل بكفاءة. في حالات بقى الأماكن اللي بيكون في lower light intensities يعني شدة الإضاءة قليلة أو كده، لا بتكون النباتات ثلاثية الكربون هي الأوقع وهي المناسبة للمكان ده. بعض العلماء لقوا حاجات مش هتعرض لها لكن مضطر أشير إليها، يعني إن لقوا حتى الشجرة الواحدة خلاص
شجره واحده، لقوا ان الجزء الشجره المعرض لضوء الشمس المباشر فوق ده بيحصل فيه سي 4، في حين ان بعض الاوراق اللي في الظل شويه اللي هي قليله دي ماشيه سي 3. يعني في حد كان مسجل حاجه زي كده، لكن ايه حبيت بس اشير اليها، يعني في نفس النبات حصل حاجه زي كده، يعني انا لقيتها في بعض الكتب وبعض المراجع بدون تفاصيل يعني، بس انا حبيت اشير اليها. نيجي نشوف العمليه التفصيليه بقى. ادي الفوسفوئين البايروفيت في وجود ثاني اكسيد الكربون مع امتصاص الميه بيديني الهايدريتد فورم. هايدريتد فورم يعني الشكل المائي من ثاني اكسيد الكربون لما يتحد مع الميه. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان يبتدي يشتغل الانزيم ده، ياخد 3 كربون، ياخد الكربونه ويديني مركب رباعي اللي هو اكسيد الاسيتيت. في بعض النباتات يحصل ريدكشن ويديني الميليت، وبعض الحاجات التانية مركبات النباتات التانية ممكن يديني او السبيشيز بعض النباتات التانية بيحصل ترانس امينيشن ويديني الاسبارتيك اسيد. امتى؟ لما اضيف بقى مجموعه ايه؟ الامينو جروب او الامينو جروب. امينو جروب لا، المركبين دول سواء الميليت او الاسبارتيت الاثنين دول بيروحوا بعد كده بقى على البندل شيث عشان ايه؟ ناخد منهم ثاني اكسيد الكربون اهو، ثاني اكسيد الكربون ايا كان، خلاص عشان دوره كالفر. انا قلت في بدايه المحاضره ان في 3 انواع رئيسيه. ايوه، لان بعض العلماء لقوا ان في 3 انواع فرعيه في السي 4 جلانس. بيعتمد على ايه؟ اولا كلهم شغالين عشان بيضمنوا تحويل ثاني اكسيد الكربون بتركيز عالي في البندل شيث اللي جاي من الميزوفيل سيلز. طيب اول نوع زي ما احنا شايفين بنسميه بيسموه اهو ناد بي ام اي. طيب الناد بي ام اي اللي هو ايه؟ ناد بي ام اي اختصار ناد بي ديبندنت ميلك انزايم، يعني الام اي ميلك انزايم اللي احنا لسه شارحينها. ما احنا قلنا في الميزوفيلز اهي ثاني اكسيد الكربون هيخش ياخد الميه ويكون الهيدريتد فورم من البيب المركب الثلاثي يديني مركب رباعي، هذا المركب الرباعي ده يديني ميلك اسيد او الميليت عن طريق ناد بي ام دي اتش. تمام، الانزيم من الانزيمات اللي هو فين؟ اللي هو الكلام ده كده اللي هو ده الناد بي اتش والكلام ده كله موجود فين؟ خلاص اهو ده موجود فين؟ في الميزوفيل سيلز. موجود فين؟ في الكلوروبلاست. يديني الميليت، الميليت ده ينتقل من الميزوفيل سيلز للباندل شيس. الانزيم ده بقى هو المحور اللي بنتكلم عنه. النباتات اللي فيها الانزيم ده هيتحول الميلك لبايروفيت ويطلع ثاني اكسيد الكربون ويخش لدوره مين؟ كالفن. ده اللي كنا احنا شارحينه دلوقتي من شويه، خلاص النوع المعتاد يعني. وبعدين النوع الثاني هيفرق عنه، هنشوف النوع الثاني. ده النوع الاولاني. النوع الثاني ادي الميزوفيل وادي الباندل شيس وادي نفس التفاعلات، بس اللي حصل بقى الاوكسالو اسيتيت ما عطناش ميلات، عطى ايه؟ اسبارتيك. الاسبارتيك ده اتنقل من الميزوفيل للباندل شيس، رجع كون لي اوكسالو اسيتيت تاني، وبعدين رجع كون لي ميليت تاني. خلاص الانزيم بتاعه اشتغل عادي اهو، اللي هو الناد ناد بي بقى ناد ام اي، ناد ام اي اللي هو فين؟ ناد ام اي اهو اللي هو ناد ديبندنت ميلك، يعني ميلك انزيم. يعني اللي قبل كده ده اهو كان ناد بي، يعني كان الميلك انزيم الانزيم اللي بيشتغل على الميلك فيه نوعين، نوع منه بيبقى فيه ناد بي ديبندنت بيعتمد على الناد اللي فيها فوسفات، النوع الثاني لا اللي الناد بس. خلاص، وبرده بيديني هنا ثاني اكسيد الكربون خرج اهو من الميليت ورجع كون للبيروفيت ويبتدي يكون ايه؟ الدوره، يلف مره ثانيه عشان يعيد الدوره بتاعه السي 4 بلانت في الميزوفيل سيلز. طيب النوع الثالث بقى، النوع الثالث كانه ضم الاثنين مع بعض يعني. ادي ثاني اكسيد الكربون في الميزوفيل سيلز، خد الميه وبقى هايدريتد، وبعدين خد البيب اللي هو فوسفين البيروفيت، اتكون الاوكسالو اسيتيك الرباعي، عطاني بقى ايه؟ الاوكساليك اسيد اللي هنا في جزء منه هيدي اسبارتيك وفي جزء منه هيشتغل عليه الانزيم ده عشان يديني ميلك، يعني يتكون الاثنين كان ده ضم النوعين اللي قبل كده. الميلك هنا هيروح للباندل شيس ويشتغل بالناد مي زي النوع اللي فات ويطلع ثاني اكسيد الكربون وبيروفيت ويكمل، والاسبارتيت هيرجع يكون لي يتنقل الناحيه الثانيه يكون اوكسالو اسيتيت يرجع ثاني، خلاص بالانزيم ده بقى، الانزيم ده اللي هو فوسفو اينو البيروفيت كاربوكسي كاينيز. ايه الاسم الطويل ده؟ هو عباره عن بيروفيك في رابطه اينول وفي فوسفيت بس، وبياخد منه الكربوكس الكربون بتاعه بس كده. لا هيستهلك طاقه، يبقى لازم احط كاينيز، يبقى كلمه كاين اللي هي الطاقه، ايز انزيم، يبقى الانزيم اسمه الطويل ده بسيط، هو بيروفيت
في رابطه انول ومعاه فوسفين. طيب وبعدين هنعمل فيه ايه؟ هناخد منه الكربون، خلاص يبقى كربوكسي، لكن هنستهلك طاقه يبقى كاينيز. ادي الدنيا كلها ماشيه بكل بساطه بالشكل ده كده. ويرجع يكمل لي الدوره مره ثانيه، هيطلع لي ثاني اكسيد الكربون منه، وبعدين يرجع يديني البيب والى اخره، ويكمل الدوره مره ثانيه. ادي الثلاث انواع. نيجي للنوع الثالث. هنيجي للنوع الثالث من النباتات اللي هو كراسيلوسيان بلانتس فوتوثينسيس. ايه بقى حكايتها دي؟ النباتات العصيريه هنشوفها مع بعض. هنا بقى النباتات دي مش هتعمل ميزوفيل سيلز وهتعمل باندل شيس، لا هو ميزوفيلز بس. طب امال هتفصل خطوات السي 4 عن السي 3 باثويز ازاي؟ النباتات دي عايشه في الصحراء، وبالتالي مش من المنطق انها تفتح الثغور بتاعتها بالنهار. امال هتاخد ثاني اكسيد الكربون ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل ليها القدره انها ثغورها تتفتح فين؟ بالليل، ات نايت. فيدخل ثاني اكسيد الكربون ليلا ياخد الميه، بس هنا بقى هيرتبط بمركب ثلاثي اللي هو البيب، تمام؟ اللي احنا زي ما قلنا من شويه نفسه زي السي 4. خلاص هيحصل الكلام ده فين؟ في الميزوفيل سيلز. يبقى البيب هيستقبل الكربون اللي داخل ثاني اكسيد الكربون ويديني مركب رباعي اللي هو الاوكسالو اسيتيت، يوم جاي متحول لمركب رباعي اخر اللي هو الميليت. الله، طب ما زي السي 4. ايوه، ما انا قلت ان دي سي 4، بس مش هتفصل الجزء ده لوحده عن الجزء اللي جاي، في نفس الميزوفيل سيلز وفي نفس الخلايا. فيحصل الميليت ده يخش جوه الفاكيول او الفجوات مش الفراغات. فراغ يعني ما فيهوش حاجه، فجوه لا، هي فيها سوائل، فيها بعض المركبات الكيميائيه، لكن ما فيهاش اورجانيلز اللي هي العضيات، زي ما فيهاش بلاستيدات، ما فيهاش ريبوسوم الى اخره. يتخزن الكلام ده يحصل طول الليل. يجي بالنهار بقى، ايه بقى اللي هيحصل؟ طب يعني هنا الدوره شغاله زي الفل وكله تمام؟ ايوه. دوره كالفن بقى عايزين نشغلها بقى، هنعمل ايه يا جماعه؟ هنعمل الاتي. نيجي بقى ايه؟ بالنهار النبات مش عايز يفقد ميه، فقفل الثغور. يبتدي ايه اللي يحصل بقى؟ يبتدي يحصل الميلك اللي كان موجود في الفجوات يخرج يرجع بره عشان يتكسر، يديني ثاني اكسيد الكربون اللي هو دي كاربوكسيليشن يعني. نروح لدورة كالفن ويشتغل انزيم الروبسكو عادي جدا، خلاص. ويجي البيروفك اللي هيخرج من هنا يتكون ستارش او نشا بالشكل ده كده، او يرجع عشان يعمل لي الدوره اللي هو بتاعت البيب زي ما احنا خدنا الرسمه اللي فاتت. فلو جينا بقى عملنا مقارنه ما بين الاثنين يا جماعه الخير، السي 4 والسي والكامبلانت، الاثنين اللي شبه بعض بالظبط اهو. الاثنين تقبلوا ثاني اكسيد الكربون، خلاص، بانزيم نفس الانزيم اللي هو بيب كاربوكسيليز. ليه بيب؟ عشان المركب ده ثلاثي اللي هو فوسفينيل بيروفيت، فياخدوا ثاني اكسيد الكربون ويعملوا مركب رباعي هنا وهنا، هو هو، وبعدين عمل ميليت هنا وهنا. يبقى الجزء ده مشترك. امال ايه الفرق؟ الفرق ان النباتات الرباعيه يعني تغير مكاني في المكان، دي هنا عملت الخطوه دي، الخطوات دي في الميزوفيل سيلز. طب وده الميزوفيل سيلز ايضا، خلاص، بس بالليل. نيجي نكمل كده، يجي هنا الميليك اسيد هيروح يتكسر يديني بايروفيت يرجع تاني للميزوفيل سيلز، لكن ثاني اكسيد الكربون ده يكمل دوره كالفن. ده شغال بالنهار عادي، بس الجزء الاولاني حصل في الميزوفيل سيلز، ده حصل في الباندل شيس. طب وهنا ده جزء تاني ده حصل زي ده؟ ايوه، بس حصل فين؟ في نفس الميزوفيل سيلز. يبقى كل دي نوع واحد من الخلايا، لكن اللي فوق ده ليلا اهو، الجزء ده ليلا هنا حصل في الميزوفيل سيل، يبقى ده ليلا وده نهارا. هنا الاثنين ممكن بيحصلوا نهارا، بس ده في مكان وده في مكان تاني. ده الفرق بين الاثنين. الجزء الاولاني اللي هيستقبل ثاني اكسيد الكربون البيب انزيم اللي هو فوسفوينيل بايروفيت كاربوكسيليز. طب واللي هيستقبل ثاني اكسيد الكربون بقى الداخلي من جوه هنا؟ لا، الرو ريبيولوز 15 بس فوسفيت كاربوكسيليز بالشكل ده. نقعد نقارن بقى الجدول ده كده، احنا لو احنا عملنا سمرايزيشن وي هاف تو سمرايز، او عمل كومباريزون اوف فوتوثينسيس ان 3 سي 4 اند كامب بلانتس، فهنلاقي وجه المقارنه الاولاني. يبقى احنا عندنا 3 كاتيجوريز، 3 بلانتس، سي 4 بلانتس، اند كامب بلانتس. هنا بيسال كالفن سايكل يوزد موجود؟ بيحصل الكلام ده؟ يس يس يس، نعم نعم نعم، الثلاثه فيهم دوره كالفن. السؤال الثاني، برايمري سي او 2 اكسبيتور، المستقبل الاولي، اول واحد بيستقبل ثاني اكسيد الكربون من الهواء في السي بلانس، بنلاقي ان الكربون كربون اكسبيتور اللي هو ريبيولوز بيسفوسفيت، في حين في كلا السي 4 اند كام بلانس البيب اللي هو فوسفينول بايروفيت.
طب السي او فيكسنج انزيم، مين الانزيم اللي مسؤول بقى عن الخطوه اللي هو اللي قبلها دي اللي هي تثبيت ثاني اكسيد الكربون وامتصاصه؟ هنا الروبسكو انزيم، ما هنا البيب كربوكسيليز. البيب كربوكسيليز ليه؟ لان المركبين دول ثلاثيين، المركب ده خماسي. اول منتج بقى نتيجه لما ربطنا ثاني اكسيد الكربون بالمركبات دي، مركب هنا ثلاثي في السي 3 بلانتس، وايل ان سي 4 بلانتس اند كام بلانتس وي فاوند اوكسالو اسيتيت ويتش از 4 كربون كومباوند في كلا الاثنين. هنيجي نروح الافينيتي اوف كاربوكسيليز فور سي او 2، الافينيتي اللي هي القابليه، بنلاقي ان الانزيم اللي احنا اتكلمنا عنه ده، الانزيم اللي هو روبسكو انزيم ده، الافينيتي للثاني كربون يعني شراهته وشغله عليه متوسط. متوسط لان ده بيشتغل اتنين، يا اوكسجينيز او كاربوكسيليز، ديبند اون كونسنتريشن اوف بوث جازز اللي هو اكسجين اند كربون دايوكسيد، بيشتغل حسب تركيز الايه الاثنين دول. عشان كده مجرد نقص ثاني اكسيد الكربون يروح يشتغل اكسجينيز، ما عندوش مشكله بيتصرف يعني، ملوش شراهه يعني، ما بيشتغلش عليه هو لوحده لا. في حين ان البيب انزيم في الحالتين لا، عندهم شراهه كبيره لثاني اكسيد الكربون، يعني باقل كلمه شراهه يعني ايه، اقل تركيز يكفي ان دول يشتغلوا بكفاءه. انما هنا نقول ان هو مدرت يعني لو التركيز قليل لا، مش هيقعد بقى يدوخ نفسه ويتعب حاله، لا هيروح يدور على الاكسجين على طول. الفوتوسينثيتك سيلز اوف ليف، هنا بيحصل فين الكلام ده؟ في الميزوفيل سيلز، الميزوفيل سيلز هنا ميزوفيل سيلز اند باندل شيز في كلا النوعين سي 4 اند كام بلانتس. نيجي لللاست بوينتس اوف كومباريزون، هنلاقي الفوتوريسبيريشن هنا اكستنسيف، خلاص هنا مينيمال، هنا مينيمال، هنا اكستنسيف يعني ليه؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ اكستنسيف يعني بيأثر بشده على عمليه البناء الضوئي، بيحصل لها ريدكشن جامد قوي، بيأثر فيها خالص. انما هنا لا، ليه؟ هنا السي 4 اتغلبوا وفوسي والكام بلانتس اتغلبوا على الفوتوريسبيريشن عن طريق عمل السي 4 باث واي. صحيح هنا اتعملت في خليتين، هنا اتعمل بالليل وبالنهار، الميكانيزم ما يهمنيش، لكن الاقصد الاليه والوسيله اللي هي السي 4. يعني حتى الكام بلانتس هي سي 4 لكن بطريقه مختلفه، عشان كده فصلناها عن السي 4 بلانتس. بنلخص الكلام ده كله عشان نفتكر، يبقى سي 3 بلانتس وي هاف 3 كاتيجوريز، 3 بلانتس، سي 4 بلانتس اند كام بلانتس. اول ذا فوتوسينثيتك ستيبس اوكيرد ان ويذين الميزوفيل سيلز، فين؟ في السي 3 بلانتس، خلاص؟ وايل ان سي 4 بلانتس بنلاقي سيباريشن ما بين الفيرست ستيب اللي هي كربون دايوكسيد فيكسيشن انتو 4 كربون كومباوند اوكسالو اسيتيت، وايل ذا اذر ستيب كالفن سي 3 باث واي او كالفن سايكل بيحصل في الباندل شيث. في اللاست كاتيجوري اللي هي الكاتيجوري اللي موجوده هنا عندنا الرابعه اللي هي الثالثه، بيحصل الاول ستيبس سواء سي 4 اند سي 3 باثويز موجودين فين؟ في الميزوفيل سيلز، لكن الفرق فين؟ نايت اند داي. يبقى ده هنا كله بيحصل بالنهار وفي مكان واحد، هنا بيحصل كله بالنهار بس في مكانين، هنا بيحصل في مكان واحد بس ليلا ونهارا. ان شاء الله، ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم لا تجعل في عملنا هذا رياء او سمعة، اللهم آمين آمين آمين. أتمنى يكون الجميع استفاد في هذا الفيديو والمحاضرة، مش هقول مبسطة بقى، هي نص مبسطة الحقيقة يعني، هو أنا عملتها تفصيليا الحقيقة يعني بصراحة، لكن طبعا مش هقول تفصيلية قوي لأن في تفاعلات كيميائية بقى وإلكترونات وكذا 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 وحساب طاقة وبتاع، الكلام طبعا ما بنخشش فيه يعني، ملوش مكان في القناة عندي على الأقل في الفترة الراهنة يعني. إلى أن نلتقي في فيديو قادم، أترككم إن شاء الله في رعاية الله وأمانه، ونسألكم الدعاء بظهر الغيب، وكل عام وحضراتكم بخير وبسعادة.